يلا عاوزة شيء؟ ابن عمي قبل ما تطلع غمض عيونك. شو ها؟ شو هي غمض عيونك؟ بتعز الله بس دكي. بدك شبنا خيرية، شو هالولدنة هي؟ كرمالي الله يوفقك. لا حول ولا قوة الا الله يجيبك يا طولة البال وهي اطمشنا ها؟ فتح ورد الجوري. طيب شو ها؟ ورد؟ ايه ورد. انا بايدي قطفتن وعصرتن وخمرتن وساويت لك الريحة. شلون؟ ايه مشان تهفهف ريحتن عليك وتتذكرني. احرق حريشك يا خيرية، شو لك حركة؟ عليم الله ما بيعلم فيها غير الله. بري عليك. لك تقبل قلبي يا حق. يلا عاوزة شي؟ ابن عمي قبل ما تطلع غمض عيونك. شو ها؟ شو هي غمض عيونك؟ بتعز الله بس دكي. بدك شبنا خيرية، شو هالولدنة هي؟ كرمالي الله يوفقك. لا حول ولا قوة الا الله يجيبك يا طولة البال وهي اطمشنا ها؟ فتح ورد الجوري. طيب شو ها؟ ورد؟ ايه ورد. انا بايدي قطفتن وعصرتن وخمرتن وساويت لك الريحة. شلون؟ ايه مشان تهفهف ريحتن عليك وتتذكرني. احرق حريشك يا خيرية، شو لك حركة؟ عليم الله ما بيعلم فيها غير الله. بري عليك. لك تقبل قلبي يا حق. بازك عبي عبي بطارك عبي معروف معوضين عمي بازك معروف. عليك عليك مرني روح عمي روح روح تقبل دي عمي تعال قدام. قديش اشتريتها للمعروكة هاي؟ قرش. روح طريقك روح. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ لك ما قدرت لسانك اكل القط، ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ طول بالك. لك قول. لا تلك ايه؟ شو دخلك شلون عم يبيع انت؟ شو دخلك؟ شو دخلني عم ببحث هيم؟ هذا رح يقطع برزتي. ما حدا بيقطع برزق حدا. ربك هو الرزاق. أمنا بالله دخيل اسمه الله ما قلنا شيء بس مو هيك عمي مو هيك تنكي سد حلقك وانقع من هون أحسن ما يطلع خليها هلأ كلكن أهل حارة الطبع صرتوا علي أنا خلاص ولك تنكي شو هاي كلكن علي الزلمة إيش من بده ببيع وبد ما بده ببيع أنت ما خصت بمد شلون ما خصني شلون ما خصني خصني ونص لك تنكي أو يعني عصك ولا إيه أو يعني عصي لأني على حق هاي حق قرش كيف عم توفي معه وطي صوتك ولك ما رح اوطي صوتي وطي صوتك عم فهمك وان ما عجبك لما عزالك ورحال برات الحارة بيع بحارات تانية فهمت هاي لا سيدي ما فهمت وبدي بيع هون هاي الارض منطوبة باسمك اخرج الله يوفقك يا معتز اعطيت اللي برزتي كبيت الرزق على الارض ربي يبعث لك داء وعلة وسنة تفرمك فرم ان شاء الله يا حق ولك تنكي خلاص ما بدي ابتلي فيك الدنيا صيام اخرار اعتز اتركه الزلمه ما عمل شيء شو تفضلت واو يا فندي مثل ما سمعت الزلمه ما عمل شيء وهو على حق وشو عرفك انه على حق وانت حضرتك هلا لسه جيت على الحاره تركي درويش وعم يسترزق على باب الله وهو على حق شبك واوي شو صاير لك كبران الحشيشه ما اللهم اني صائم يا اخي احمل حالك وروح على بيتكم ولا تتحش انفك بشغله مالك فيها فهمت هاي ليش حتى ما يتحش حاله لاني على حق سمعنا رو عمو رو من هو هالفوتي مالك قدها وانا اليوم ماني ناوي ابتلي لي بشي ولا إلي هالحكي ولا؟ إلي! وقفوا يا رجال على مالكم خلينا الواوي ورجينا مراجله بس وينك؟ لا تعصب لا يوم يطق لك عرق وهلا رح تشوفوا المراجل إيه عمي إلك
ايش في ولد غيرك هون بالحارة؟ ولاد؟ قولي اخطي وي صابولا صابولا حيمي والله لا خلي عواك يوصل لحلب والله قلت لي واوي حاج تتعصور حاج فريد بعيد ما طول خدني غدر لي لا تخرج شوفي شوفي هجم معتش يا أخي يا عقيد ولا خلاص صدقوزة عمل يا عقيد فن عنا فشرت ولا خلاص شيخي معتز حط السكينة على رقبة الواوي يا لطيف شو لواوي؟ تاني مرة لبقى تحشر أنفك بشغلة مالك فيها فمك؟ بعد الحكي في حكي؟ قوم حكي خلاص دير جوا قوم قوم انت لا من هون ولا تخليني اشوف خلتك يلا على بيتك يلا يا شباب كل واحد على بيتك يلا بس تضرب منك له العمى ضرب كوش صاحبي مشاكل بهالحاره ما راح تخلص وجهك سلام عتيب اهلين ابو جودات شوفي ما في شيء انت شايف شيء كل هذا الشيء ما في شيء ما في شيء هذول رجال حاره مش تبعين هي جمعه رمضان يا بي اه كلي جمعه رمضان لا اقتنعت حي العقيد دخيل عينك انا ما قصرت فيه لك يقبلني ربك والله فشيت اللي خلقي الله وكيكم يا رجال ما كنت بدي مد ايدي عليه بس شفتوا شلون هو الطاوة لك يخرب بيته بالحاله صار ينضبط مثل السعدان اخي هذا جاي والشر بعيونه والله انا حاسس انه محضر له هو وتنكي ايه محضرين له اخي بس المهم نخلص من هذا التنكي بقى والله يا جماعه من الاول قلبي ماله مرتاح له للواوي لك اكيد في حدا دزه دخيلك ابحث لي دزه مين ما يدزه ليك واكل زومين اتغسل وتمشط فيهم على راسي ابو جود حياك ابو كرم السلام عليكم سلام شو في يا ابو ضياد ما في شيء يا ابو جودات صغيره زو شرف معي لا وين حدا دخل بلوها لا حدا يحكي ابو العز شرف عقي شرف عاوز انا اللي بشرف معلش يا شباب لا طريقك عقي غير عازي مشان هيك اخذك على المخفى انا اي والله مشان هيك يا عمي هذا ابو جودة حطوه على حكي ورغي ما بتعرفوه يعني اي والله مش شاطر بالحكي امشي معي لعند الواوي امشي وشو اخذوا لعند الواوي مشان يتصالحوا يتصالحوا شو هالحكي عم يا ابو حاتم كانه كان في حدا له تلتين الخاطر بالخناقه ايه يا بي انا اللي تلتين الخاطر وانا خليتها تصير الخناقه مشان يفهم الواوي انه نحن عنا عقيد واحد هو معتز وبس وهلا بمناسبه شهر رمضان لازم يتصالحوا وتركي تركوه علي انا بدبره لا عمي ابو حاتم مالي شيء مالي راي لعندهم من هذا شو بده ياخذني لعنده لك ابي انت شو بتساوي ليش عم تتمشكل مع العالم اهلين يا بي لك ليش معلق مع هذا الحش نش الواوي ابو عصام الحق مع معتز ايه يا بي والحاره كلياتها بتشهد على هالشيء لك ابي الحاره كلها تشهد تنعمل لازم نحط انفسنا بكل شغله نحن يا بي طول بالك هو تمدمد وتطاول الله وكيل لك وزع الطاول وبعدين انت واخوك لعم هسه امبارح وصلنا على الحارة يا بي قصة مو هي طول بالك يا خلصنا بي امرك تعرف بيته؟ لا انا بعرف بيته ايه خلص فلو انا ابحثي يلا شرف تفضل تفضل بيت في الحقنا السلام عليكم وعليكم السلام السلام
اخي ابو عصام، الواوي جاي مشان يصالح معتز ويبوس راسه. نحن كمان جايين نصالحهم مع بعض. امرك يا ابي بتمون. وهي بوسه من راسها، حقك علينا عمي. يلا واوي. امرك عمي ابو صافي، امرك حبيبنا اللزام. بوسه بالعافيه. خلصنا؟ خلصنا يا ابي، ما عم صفي شيء. وانت واوي صافي يا لبان؟ صافي عمي ابو صافي، صافي. وفطور الصلحه عندي بالبيت باذن الله. شرفونا يا جماعه. انت فطر الشباب ونحن الكباريه ما عليك منا. تفضل يا اخي ابو عصام، شرفوا شرفوا شرفوا. تفضل شرفوا شرفوا. يلا تفضل. يلا شرف عمي ابو عصام. تفضل عمي شرف شرف. امرك